فيهم. ماشي، بسم الله. طيب، هو بيسأل هنا من المانجمنت، 58 سنة وعنده سيفير ديزنيا والباست ميديكال هيستوري اللي هو موتر نيرون ديزيز، تشخص قبل 9 شهور في الاكزامينيشن تشيست ساوند كلير ريسبيراتوري 20 بير مينيت وشالو ديب اللي هو البريثنج يعني. طيب هنا عندنا الاي بي جي الاكسجين لو تايب 2 يعني ريسبيراتوري فيلير، فهو بيسأل من هاو تو مانج البيشنت. نون انفيتد احنا عندنا صح كان ال باي باب ولا ايه؟ نون مش كان ايه دول ايه؟ باي باب ولا سي باب ولا ايه؟ الباي باب كان باي باب باي باب كان انسبيريشن اللي داخل واللي خارج، احنا معلمينها كده. تمام. طيب ان انا انفيزيف شود بي تريتمنت فور تشويس فور ذيس بيشنت اللي هو عنده تشيست وول اور نيوروماسكولار ديزيز تايب 2 ريسبيراتوري فيلير اديشنال اي او تي اللي هو اللونج اوكسجين ثيرابي مي بي ريكواير. طيب ان كيس اوف هايبوكسيميا نوت كوركتد وذ نون انفيزيف ذيس بيشنت ديفلوب تايب 2 ريسبيراتوري ديمونستريت باي اللي هو لو اوكسجين وعندنا الكربون دايكسايد هاي respiratory acidosis. This is likely due to the diaphragmatic weakness secondary to the motor neuron disease. In non-invasive, هو قال particular اللي هو الباي باب should be the treatment for choice for this patient with a chest wall or neuromuscular disease اللي هو type 2 respiratory failure. Additional oxygen therapy may be required in case of hypoxemia. Not, يعني احنا الخيار الأول حيكون عندنا الباي باب وبعد كده حنشوف اللي هو الأكسجين ثيرابي في حالة إنه ما حصل إمبروفمنت أو ما حصل كوركشن. تمام عدل. إيه دي قلنا ده البروجنوز بتاعه كان سريع اللي هو 3 years. طيب هنا هو عايز الانترفنشن، عمره 60 سنة عنده هيستوري تايب 2 دي ام الباست 12 years come to the clinic for review. هو diabetic currently managed بال with the BD mix insulin. أيوة. Over the past year suffered من ال pain and needle in the pain both of feet. يعني عنده حاليا diabetic neuropathy. طيب diabetic neuropathy ومش هينفع previous MI وintermittent urinary tension diagnosed. طيب هو المفروض انه الالدر وقلنا انه المفروض ايوه لا هو كان عندنا 3 احنا صح كان عندنا الاوميتريب الفلوكسيتين والاميتريبتالين والبريجابالين والجابابين وهنا عندنا جابابنتين جاب دي بس هنا بقى يعني هو عنده ابنان بص مش هينفع عشان اليورين ريتنشن فاخش على الدنيا. ايوه بالظبط. ايه رايكم؟ ايوه صح انا كنت اقول نفس الكلام يورين ريتينشن وبروستات يبقى مش هينفع من تريبتالين فممكن بريجابالين. لا بريجابالين بوما انا كنت حسيت بريجابالين ليريك بتوع السكر يمكن. طيب هو بيعدي ليه ولا ايه ولا ليه هنشوف كاتب. طيب هو قال هنا البريجابالين هو جابا انالوج ريكومندد اوبشن باي نايس تريتمنت اوف نيوروباثيك بين ادفانتج فيرست جابابنتين ليس فريكوان ديلي يو دوزينج ويتش از امبروف كومبلاينس ات دازنت اسوسييت وذ رينال ريتينشن ويتش از درايف ذا سيلكشن فيرسس اذر اوبشن ليستد. طيب ايوه هنا الاميتريبتالين والدوكسيتين هو الترناتيف فيرست لاين اوبشن for treatment of diabetic neuropathy. Also, it are avoided here both عشان urinary tension. Okay. هما الاثنين هنا هنوقف عشان urinary tension. الكارمازيبين طبعا not recommended for first line diabetic neuropathy. And nor is tramadol because it's only partial effective and has addictive potential. طيب. تراميدول second line الكارمازيبين ده بتاع الترايجيمينال نيوروباثي. نيورالجيا. نيورالجيا. ايوه هنا الدلوكسيتين ده جديد برضو موضوع الاتروبين لايك افكت بتاع الدلوكسيتين
انا بصراحة كنت فاكر التريبتالين بس اللي بيعمل كده، طالما ايوه تمام. طبعا ده عدينا عليه الموضوع ده. طيب هنا المانجمنت، طب اشوف ايه السي جي قال فيها عشان اول حاجه. اوكي هنا الانفستيجيشن تقريبا الاين البي تي 13 كويسه يعني، الصوديوم بوتاسيوم كرياتينين سي ار بي توتال كوليسترول. طيب الاي سي جي نورمال ساينس ما في حاجه هنا. طيب خلينا نشوف السؤال، ما في حاجه هنا في ال... هو عمره 60 سنه وجال ايمرجنسي عنده 5 مينيت ابيسود اوف سيلر سبيتش earlier in this day, wife noticed that his face dropping on the side as well. No arm weakness and now completely back to the normal. يعني DTIA عدت. He's normally well, no regular medication, not allergic to any medication. He worked as plumber and smoked 10 cigarettes per day. طيب, last 40 years, they drink alcohol socially. Other question mentioned that is a similar episode also lasting 5 minutes. 4 days ago. يعني قبل 4 أيام كان عنده نفس الشيء، كان عنده هو TIA. Examination تقريبا ما كان remarkable. No focal neurology, cardiovascular, respiratory كله كان تمام ما في حاجة. He's being given aspirin اللي هو 300 ملغرام of aspirin by paramedics. طيب هو عايز ال... هو بيسأل من الدياجنوز ولا بيسأل من كام؟ هنعمل له ادمت ده كريشندو اثنين في ايوه احنا معلش هو جاله واحده، هو جاله واحده ولا جاله اكتر من واحده؟ جاله واحده. هو جاءه قبل 4 أيام واحده من 4 أيام جات له واحده. تمام. طيب كده هي الكريشندو قلنا دي الكريشندو. ايوه الكريشندو اللي هي بنعمل ادمت وسي تي ال بالظبط خلال كارل دوبلر من 24 ساعه. هدي خلاص نقرأنا فاهمين نقرأها لك. خلاص هديها. الكريسندو دي ادمت خلال 24 ساعة، ده لو واحدة خلال أسبوع يبقى وذن 24 ساعة لازم يتعرض، ولو كان أكتر من أسبوع وذن 1 ويك يتعرض. ماشي عدي الكلام ده من الماضي. هدي أيوه هنا عايز الدياجنوز كمان. طيب investigation كويسة تقريبا ما في حاجة. اللي عندنا الكرياتينين واليوري كرياتينين هاي والكالسيوم هاي سي ار بي هاي. السيرم الكتروفوريسيس عندنا اي جي المونولوكال باند 45 الاميون وفيكسيشنز اي جي جي لايت شين سبايك. طيب دي ميلتبل مايلوما ولا ايه دي؟ اشوف ال... طيب هو البودي قال في اوستيوبلاستيك ليجن في ال بي اوستيوليتيك ال بي 4 خلاص اوستيوبلاستيك. طيب يبقى هي اللي هي بومس دي صح؟ بومس ايوه. طيب بومس هو قال لي رير بارانيوبلاستيك سيندروم بيكون هي كلون اوف ابنورمال بلازما سيل اسوسييتد اللي هو بيكون من بومس يعني من اسمها اللي هي عندنا البولي للبي بولي نيوروباثي والاو فور اورجانوميجري والاي فور اندوكراينوباثي والام فور ام بروتين باند فروم بلاستو بلازما سايتوما واخر حاجه كمان عندنا اللي هي الاس فور سكين بيجمنتيشن. طيب البيشن انيميك وعنده رينا امبيرمنت عنده هايبركالسيميا ذيس فيتشر شود ريز سسبشن اوف مالتيبل مايلوما سبيشن ان ال elderly patient who's present with a back pain. طب a local band of plasma cell اللي هي confirmed plasma cell dyscrasia. The differential for plasma cell dyscrasia include myeloma والmonoclonal اللي هي حجينا بـ IgM والunexplained significant
اللي هي دي كانت حقت مقص المقص دي صح؟ المقص ايوه دي اللي هي كان حجينه اقل يعني زي المالتيبل مايوس شبيهتها يعني. وعندنا الوولد ستورم ماكرو جلوبينيميا دي حقت الاي جي ام. الفيتشر اللي احنا قلناها الحلي اللي هي الاورجانوميجالي والهايبر بيجمنتيشن اوف ذا سكين and the single osteoblastic lesion is in the spine هي اللي حتدينا البوم سيندروم. هو عبارة عن برانيوبلاستيك سيندروم وطبعا بسبب الكلون of abnormal plasma cell. It assesses with the كمان نقول الحاجات دي. طيب طبعا خلاص يعني الباقي احنا عارفين ليه لا يعني عدي. انت قلت 70 صح ونوصل السبس 800 شكلك توصل هنا. طيب هو هنا عايز الفايندينج انفستيجيشن عايز حاجة احنا هنلاقيها في الانفستيجيشن. طيب عمره 64 وريفير للسايكاتريك سكند اوبينيون. طيب هو عنده لو مود اباثي وسوسايدال ايديشنز يعني ديبرس البيشن. طيب retire early from his job as accountant was performing poorly at work وسليبين بيكون حوالي 14 ساعة per day. طيب السيكاتريك assessment قال إنه في jerky movement in the lower limb as well as the broad base gait يعني دي أتاكسيا تقريبا أو ده أتاكسيا. ال MMS was performed وقال إنه السكورينج حقه 15 من 30. This is جاكوب ده كده من جاكوب نشوف لسه ما شفنا نتأكد بس من ماشي. هو حاليا ديبرس يعني عنده ديبرشن وعنده جيركي موفمنت و... طيب هنا تاني هنا كمان عندنا عنده هايبر ريفلكسيا في اللور ليم ونستجمص تمام. No family history of psychiatric condition عنده history of appendectomy خلاص يعني جاكوب خلاص طالما انه فيه appendectomy complicated by large intraperitoneal bleed appendectomy دايما بتيجي معاها صح دي خلاص جاكوب تيجي مع ايه؟ دايما تيجي مع ايه؟ مع الجاكوب لا اشمعنى يعني؟ لا هي مش مع هي لانه عنده انترابريتينيال بليدنج معناها حصل له بلاد ترانسفيوجن. ما هي جاكوب اصلا تو بي ترانس هي بلود بورن ترانس ترانسفيوجن. والله من الزاهد الزي والله يا دكتوره مياده ايه علاقه لا هو يا باشا ليه علاقه مع الاف ام اف مع الاف ام اف هي فاميليار ميديترينيال فيفر هم اللي يجوا دايما بسيروسايتس فبالتالي يعملوا ابنسايتس او يعملوا ابنسكتم على اعتبار ايوه صح ايوه هي صح؟ هو بس الفكره هنا انت عارف هي الفكره مش انه في الابنسكتم هو هي الفكره هنا انه صح. حصل له بليدنج بلود ترانسفيوجن بقى ايوه فهنا اللي حصل في البليدنج هنا معناه يحتاج انه ياخذ بلود فهي الجاكوب دي ان هي بلود بورن يعني ترانس مش يعني ترانسميتد بلود بورن ترانسميتد فعشان كده شكلها أول واحدة اللي فيها أرقام كتير 14 3 3 بروتين دي ولا حاجة تانية؟ والله ما أعرف أنا صراحة أنا إلى هنا أنا إلى هنا خلاص هي إنكري هو طبعا هي في إنهانس يعني حيكون في زيادة PhD في كانت بتاعت الهانتينجتون هي دي برا القصة دي حقة هانتينجتون لا دي برا الاثنين أيوه الثانية والرابعة برا الكورتيكال اتروفي موست بروميننت ان فرونت اللوب ديمنشيا ولا ايه دي شكلها كده مع الفرونتال ديمنشيا الفرونتال ديمنشيا اللي هي بيكس ديمنشيا تقريبا اسمها الثاني شكلها بوتامين وكوديت البوتامين وكوديت تي 2 ويتد ام ار اي او لوجو كلونال باند لا دي لا يعني بتاعت دي بتاعت الام اس الام اس هنا صح البوتامين والكوديت كانت بتاعت ال مش عارف باين شوف هي من اولوج اوليجو كلونال باند دي تقريبا انا ما عارفه حسيت انها هي ام اس بتاعت اسمها الويلسون باين ويلسون البوتامين الويلسون حقته كوديت ايوه صح كوديت لا والله ما متذكره لا صراحه ما متذكره تعال اول وحده
طيب احنا ما شفنا البروتين ده، اول واحدة انت شايف البروتين، بروتين اون سي اس اف انا بقول لك دي اللي فيها البروين ارقام يعني. 14 و3 3 دي. طيب هو قال هنا الدياجنوز اللي هو الجاكوب ديسيز بيكون في رابط بروجريسيف ديمنشيا، وبيكون عنده نيورو سايكاتريك مانيفستيشن زي اللي شفناه في البيشنت، وديس يوجوالي اوكير وهو بيحصل في يعني في وقت الدياجنوزز يعني. طيب هي موست كومن سايكاتريك كومن ان ديبريشن اولسو اتس ايفوريا اند ان اكسايتي اند ايموشنال لابيلتي كان اولسو بي سين. طب عندنا هنا المايكلونس والاتاكسيا والنستجمس والهايبر ريفلكسيا، دي كلها اللي هي النيورولوجيكال مانيفستيشن اللي عنده. Represent most likely finding of spordic. Spordic Jacob قال هي longer clinical course مش زي ال variant يعني أو new variant and it is normally seen in elder people. A new variant دي حقت ال younger صح؟ وال spordic دي حقت اللي هو ال elder people. طيب also it's new variant possible individual as maybe have a blood transfusion 20. Represent finding seen in the Hunting Curry. ايوه ده اللي بالنسبه لي بي بي اللي هو قلنا بي بتاعت الكيجن هانتنج and last الكاج lack of family history makes the diagnosis likely. الاولوجوكنولين هنا هنشوفه في المالتيبل سكلروز بتاعت الام اس ماشي not طيب is not اللي كنا بنقول عليها على فكره اللي كنا لخبطنا فيه اخرها مونوكلونال. لا ايوه دي ما قلنا، دي قلناها الاوكلونال دي عرفناها من الام اس يعني اول ما شفنا الاوكلونال دي حقت الام اس. ما خدتش بالي الاوكلونال. طيب احنا عندنا الاي اللي هي كان اي انفستيجيشن فايندينج ان اي وود بي مور كونسيست وذ دايجنوس اوف بيكس ديزيز. وين اي دي؟ اي واحده الكورتيكال اتروفي ايوه بتاعت بيكس. And very rapid onset symptom presents a myoclonus jerk and answer okay. بيكس كان واحد من بتوع الألزهايمر. عايز هنا الأنالجيزيا contraindicated. طيب دي دايمر 12 دروبين ان بوث نورمال اي سي جي مش عارف 50 عنده برادكارديا بي ار انترفل 280 عنده هارد بلوك ومش عارف الكيو انترفل 110 اوكي 5 مليمتر كيو ويف ان ذا انفيريال ليد نورمال كيو ويف ان اس تي سمن كيو ار اس انترفل كونترا انديكيشن اميتريبتالين خلاص يعني اميتريبتالين ما هو عنده هارد عنده اسكيميك هارد او تقريبا عنده مش عارف هارد بلوك ايه طب خلينا نشوف بقى الخيار كيو ار اس انترفال كام 110 بس دي يعني كويسه النورمال كام الكيو ار اس قلنا اقل من 100 قال لي 120 ثلاث مربعات لا دي نورمال حقته ال 110 دي تقريبا هي نورمال كده هو هنا عنده البي ار هي العاليه هي الزايده البرولونج البي ار يعني عندنا هارد بلوك وعندنا برادكارديا هي كان السايكليك كان بيعمل الاثنين صح كان بيأثر على الحاجتين دول الكيو ار اس وال هو الاميتريبتالين كان كونتر انديكيتد معه مع الاسكيميك هارد ديزيز تقريبا او كان مش عارف مع هو كان تبع دي يعني يعتبر ايه كلوم مباشر يعني فاحنا نقراها نعرف هو عايز ايه بالظبط بالظبط طيب هو قال انه البيشن عنده بوست هيرباتيك نيورولايجا كوزينج ذا تشست بين عنده هيرباتيك نيورولايجا طيب هيستوري اتاك ان اي سي جي قال انه في عنده انفيريال ام اي انفكشن ان ذا تيرشري اوف ذا رايت كورونري ارتري This is resulting in the first degree heart block and evidenced by BR اللي هو البلونك BR interval. طيب هنا نايس قالت إنه بالنسبة للنيوروتيك بين إنه choices advocate a choice of amitriptyline والدولوكسيتين والجابابنتين or البريجابالين. According to the nice الامتريبتالين هو contraindicated in arrhythmia particularly heart block يعني أي واحد عنده heart block وarrhythmia أنا حطلع الامتريبتالين برا. Also contraindicated in the recovery period following myocardial infections. اللي هو البوست ام اي حتى كمان including يعني في الفترة اللي حيكون هو contraindicated. تمام. وقلنا الاميتريب وقلنا
ما هم بدن كلهم بيعملوا كده. according to سوري سوري، هو الامتريبتلين بس اللي بيعمل القصة دي. انا فاكر الاربعة بيعملوا كده. لما تربتلين هو مع مع الهارت، وعندنا قبل شوية كنا بنتكلم على الديلوكسيتين، وكان الامتريبتلين انه كمان عندهم مشكلة مع وكان التراي سايكليك كان بي بي التنشن. بيعمل بي كونتراديكت هارت بلوك، وبرضه كان بيزود ال كيو ار اس كيو تي يعني، صح؟ برضه بيوسع الكيو تي. ايوه تراسيكليك صح. ايوه وهنا الكيو تي ما كان كاتب عنها حاجه يعني. لينثنينج كيو تي انترفال، وموضوع الهارت بلوك ده برضه. طيب خلاص نعديها. طيب بعد الكلام ده لنا سؤال تاني. بيسأل من الايميجينج بريفير ايميجينج، عايز انفستيجيشن يعني. طيب هو طيب عمره 60 سنة وعنده هيست سودن اونست رايت سايد بودي ويكنس ومعاها سبيتش ديستربنس، هي دينايد هيديك سيجر او لوس اوف كونسشنس، السيمتوم لاستد اوكي 45 دقيقة يعني تي اي اي كومبليت ريزولف بيفور ارايفنج ذا ايمرجنسي ديبارتمنت. الباث هيستوري كان هايبرتنشن اللي هو الهايبرتنشن والديسليبيديميا، وبياخد فرامبريل اتورفا وخلاص يعني اكزامينيشن. مش عارف انه قال البلود بريشر عالي شويه بس مش هنا يعني ما في ما عالي جدا يعني. نيورولوجيكال ديفيسيت نوت فاوند تي اي اي سسبكتد. طيب diffusion weighted imaging كده هتنفع معاك الكلام ده للتي اي اي عشان قصدك ده البريفيرد يعني، هو ده يعني هينفع يورينا البلاد فلو ماشي ولا لا؟ هو بيقول في تي اي اي والدنيا ده اللي كان نمبر 1 ده ام ار اي. طيب هو ال MRI diffuse weighted imaging prefer modality in patient with suspected TIA who require brain imaging. MRI diffuse مش عارف ايه اللي هو CT can localize the infarct suggest etiology and distinguish TIA from the stroke. هو هيورينا ال TIA من ال stroke. It can help to exclude alternative diagnosis زي ال mass lesion او ال multiple او ال MS يعني. CT recommended if MRI unavailable. MRI brain with gadolinium contrast is usually where a new blast or inflammatory lesion suspected. هنا ال MRI مع الجادولينيوم ده عشان الانفكشن يعني. البيت سكان evaluation for malignant lesion. الداتا سكان داتا سكان هو عشان الباركنسون الداتا سكان. طيب خلينا نشوف بس الحتة اللي فيها انه MRI بريفير عشان هي الأول وكده. وعد علينا عد علينا سؤال قبل في الموضوع ده على فكرة، بس مش عارف هنا مكتوبة، بس نشوف investigation. أنا قرأتها في سؤال هنا مع assessment ومش عارف إيه، مش موجودة بتهيألي prevention الموضوع ده مش موجودة هنا، بس أنا قرأتها في سؤال قبل كده اللي هي اللي diffusion weight دي اللي بتورينا بقى ايه البلاد ماشي ولا لا. انا عارفه ان هي الويت دي عشان الستروك، عشان انا مثلا اعرف انه البيشنت هيستفيد من الثرومبولايسيس يعني مثلا لو او لا يعني، دي الحاجه اللي انا بتذكرها في الويت دي ويتد ايميجينج مش للتي اي اي. ما هي بتفرق بس لو انت مش عارفه هي تي اي ايه ولا ستروك. هو ريزولف هو في الهيستوري هنا ريزولف البيشنت وذين 45 مينت خلاص قصدك عشان يعني يعني هي تي اي ايه خلاص يعني هو اصلا كاتب ان هي تي اي اي هو كاتب يعني صريحه جدا يعني، فعشان كده انا استعرفت منها يعني ليه انا حامل ام ار اي بعدين لو ستروك. معليش لو ستروك انا هنا بكون عايزه اشوف اللي هي ال يعني الترومبولايسز يعني هل هو هيستفيد ما هيستفيد حي. تقريبا بتتعمل عشان
نتأكد إن دي تي أي إيه مش ستروك مثلا، بس هي بيكون كومبليت ريزولف. انت قصدك سي تي ولا كان قصدك ايه؟ انا مش فاهم أوي. انا قصدي انه هي ام ار اي، ما هو كاتب انه انا عايز افرق بين الام ار اي والستروك، وهو اصلا في السؤال في السيناريو انه البيشن كل السيمتوم في 45 دقيقه خلاص يعني ريزولفينج، وبعد كده هو حدد انها هي البيشن تي اي اي. فانا انا فكره انه يعني اللي هو المانجمنت حق تي اي عامه، انا عارفه انه مثلا هو فور ايجنت لو كان مثلا كراشندو او مش عارف ايه، هنبدا بالسي تي برين. بس طالما انه انا ما عندي في سي تي برين، ليه حبدا ام ار اي؟ عشان وكمان في الام ار اي اللي هي الديفيوجن، الديفيوجن دي يعني الحاجه اللي انا بعرفها انه بتستعمل اكثر في الستروك اكثر، يعني عشان انا اشوف انه البيشنت كود جيت بنفيت يعني من الثرومبولايسز او لا او كده، عشان اشوف الحته اللي هي اللي اسمها ايه هي بدن او دنبرا. ايوه عشان تشوف ايوه الامبرا دي ولا الامبرا دي مش عارف ايه، تعرف انه هو حيستفيد ولا لا من الثرومبولايسيس يعني. فهي دي بس كده. فهو هنا لا، هو في الاكسبلينيشن هو كاتب لا انه انا بيشن انا عشان تو ديفرينشيت يعني من الستروك، which is اصلا هو ما بعرف يعني ما السيناريو كله ماشي على تي اي يعني ما عايز ستروك اصلا. فهي دي بس النقطة اللي انا ما فاهمها صراحة. هي الـ MRI أعلى، خليها يعني في بالك إن هي الأعلى. لو مش الآن أفيلابل هنعمل CT. طيب هو ده هو عايز هنا اللي هو الـ Diagnosis. أوكي طيب عمر ستة ناتازوليماب ناتازوليماب خلاص الناتازوليماب دي حقات الـ MS اللي هو كان عندنا اللي هي ايه الجي سي فيروس صح؟ الجي سي فيروس. عايزين نقرأ السؤال يعني معلش اشرح تاني كده، ده ليدي على الناتالوزوماب اللي هو ده. شوف هو ده بيشن بتاع ام اس، انا ما اعرف السؤال بس انا شفت الناتازوليماب وعنده ريميتنج ام اس تمام. الناتازوليماب ده هو واحد من المونوكلونال اللي هو بيتاخد، بس مشكلته سايد افكت حقه انه بيحصل البيشن ممكن يحصل له جي سي فيروس، يعني بيجيه الجي سي فيروس لو بتتذكره في الام اس. فهي دي واحدة من النيتروفيلز ده كان أو بيعمل بيمنع الميجريشن بتاعت النيتروفيلز باين، عشان كده ولا الليمفوسايت باين بالظبط كده. في حاجة انا ما بعرف بس انا هي بس كده يعني هي دايركت مع الجي سي فيروس. طيب شوف الاكسبلينيشن، هو قال انه الدايجنوز البيشن عنده بروجريسيف مالتي فوكال البي ام ال ليوكوينكفالوباثي this is demyelinating disease. ايوه اللي هو الجي سي فيروس ده واحد من الحاجات اللي بتعمل البي ام ال. This is the demyelination disease. The scene is characterized by widespread lesion due to the brain infection oligo dendrocyte. هي دي اللي هو بيزيد الأوليغوديندروسايت by the GV virus. It's visible in MRI and have characteristic appearance. طيب هنا assign correspond مع the area occupied by the lesions اللي هو البيمل. هو فوق تقريبا هو شارح انه المشاكل اللي كانت موجودة عنده ماشى مع البيمل. Almost exclusive in immunocompromised patient اللي هم ال HIV patient or immunotherapy او اللي بياخد immunotherapy. طيب you should consider BML a new differential in such patient when they present at a new audit neurology on abnormal MRI scan. The question other aims to introduce to you on one of the newer therapies اللي هو for the MS اللي هو الناتازوليماب. It's actually very frequent in MS and indeed now approved to the treatment for relapsing. هو مفروض انه to treat the relapsing remitting MS. طيب هو more than 50 countries. It is monolocal antibody that inhibit the migration of leukocyte into the central nervous system, hence reducing the inflammatory or inflammation and demyelination. It's given IV infusion or بتاخد هو IV once في الشهر يعني, and it indicates the patient getting relapse despite treatment with interferon, despite treatment with interferon beta or patient who just have rapid evolving severe MS.
ده الرابيد بروج اللي هو كان واحد ده هو. طيب it has been shown to decrease the risk of progression of disability by مش عارف 42 45. هو هنا بيشرح يعني انه الدواء يعني الفايدة حقته يعني an annualized rate اللي هو relapsing حقه بيكون 68%. two principal side effect اللي هو ايوه دي المشاكل حقته اللي هو بيعمل لنا هيباتوتوكسيسيتي وبيزيد لنا البي ام ال ريسك اللي هو عبر ايه عبر الجي سي فيروس. And we monitor patient for this with monthly liver function with 6 monthly اللي هو بحنشوف GC virus serology. It would not be unresponsible of them to accept you to know something about natalizumab in the exam, especially to recognize BML, a side effect given the drug is now in such common use. احنا بنعمل monitoring monthly لل FTs وبنعمل 6 months لل GC virus. Serology thing. GC virus serology. هنا عايزين ال diagnose. MRI قال إنه awaited وعايز يشوف ال diagnose. ده كله بوزيتيف. عندنا سايتو بوزيتيف سايتو مجرد فيروس اي جي جي بوزيتيف بيستيان بوزيتيف اللي هي دي ايه الهالت الهتلة ده انتي بودي بوزيتيف. والفكرة اوكي اختصر القصة دي السايتو مجاله والابشتاين بار فيروس اي جي جي يعني حاجة قديمة انتي بوديز يعني خلاص نفس الانفكشن ده بيعمل السباستيك بارابوليسيس بقى تروبيك سباستيك بارابوليسيس بس نحفظها كده خلاص اخر سيشن بكله قلب بقى. طيب هو بيشن اتش اي في طلع كمان هو اتش اي في بيشن وعنده اتش تي ال في مش عارف وين هو بوزيتيف بريزنتنج اللي هو البارا باريسيس اند يورينري تنشن classical presentation tropical spastic paraplegia paraparesis sorry toxoplasmosis in HIV patient typically present in the brain هو بيعمل exclude the others يعني بيعمل هنا بقال انه هو present في البرين واللنج والكوريوانترايتس بالنسبه للفيرال انفلاماتوري ترانسفيرس مايلايتس اللي هي قال بسيتوميجال فيروس والابستيان بال فيروس هي حصل لها resolving قبل 3 شهور within 3 months البريزنس تاع اي جي جي ان بوث سجست بريفيوس اكسبوجر اوكي التابس دورزاليس اللي هو ده حق السيفلس تقريبا بات بريفرلي ريفلكسز ار تيبيكال لوس ان ذا اكستنسر بلانتر ريفلكس دايجنوز اوف اتش تي ال 1 اللي هو توبيكال سباستيك ريلايز اون ذا كومباينيشن فليكال فيتشر ان اتش تي ال 1 لود ان ذا سيرم اند سي اس اف. طيب هنا تريتمنت قال انه هي ليميتد وبياخد ستيرويد البريزومبلي ات از انتي انفلاماتوري بروديوسينج اونلي مايلد افكت ان سمول بوبوليشن بيشن. طيب وفي النهايه هياخد ستيرويد سباستيك باراباريسيس هي عباره عن ابر موتور نيرون باترن ويكنس بيكون ان ذا لور ليمب. طيب الكوزز ليه الكوزز يا اما حاجات ابر يا اما حاجات من زي بارا ساجيتال من انجيوما مضربه من فوق يا اما حاجات في السباينال كورد سواء في مايلينيشن زي الام اس مثلا ممكن تضرب في كورد كومبريشن ترانسفيرس مايلايتس ترينجو مايليا كلها في الكورد كنا حافظينها ازاي ان هو من جوه لبره باين ترينجو في من جوه ترانسفيرس مايلايتس او حاجه تضغط عليه اللي هو كومبريشن أوستيو أرثريتس برضه تضغط على سبيرن كورد يعني كورد كومبريشن اللي هو دول كلهم تبع لما برا سجل بس اللي بتبقى فوق اللي هي فوق اللي هي في السنتر أو في البرين الباقي كله كورد طيب نختم بالسؤال ده. طيب هو هنا عايز الدياجنوز اوكي you administered 400 microgram for naloxone and now changes
or pupil size. اوكي يعني ده شكله overdose او حاجه. عمره 70 سنه, جاء acute medical unit, عنده loss of consciousness. The wife said that it found him slumped in the armchair and unresponsive approximately 1 hour ago. He's been feeling well beforehand. في الاكزامينيشن عنده كان bilateral 1 millimeter pupils, يعني constricted pupils تقريبا. دي بتاعت البين بوينت, خلاص هيموريج بونتاين. جلاسكوما 4, باس ميديكال هيستوري هايبرتنشن هايبركالسيميا اوسترايتيس. الدراج هيستوري انكلود كوديين سيتيمول رامبريل اتورفا. طيب اوكي, لو كانت البين بوينت دي اصلا سبيسيفيك لل ده متفكت من النالوكسون صح؟ لو كانت لو كان يو ادمنستر نو تشينج, لو كان اوفر دوز في عيان 74 سنه مش منطقيه صعبه. هي هتجي بس مع ديلا الميد برين دي هتعمل دايليتد صح, تعمل مش عارف دايليتد بيبلز دي ايش معنى ثيرد بولسي ثيرد نيرف بولسي. هتفك صح الموتور نيرف بيطلع من الميد برين هو الثالث. انا بتذكر البين بوينت دي يا بونتاين يا اللي هو الاوبيويد دي او الاورجانوفوسفورس ولا مش عارف ايه اورجانوفوسفورس. اورجانوفوسفورس دي اورجانوفوسفورس صح. دي تبع كان الجروب كان حقها ايه. طب اوكي طيب, هي بونتاين presented مع الجيس مع reduced جيسس paralysis and bilateral pain point pupil. طيب vision وقال reduced جيسس ان وعنده كوما كمان differential of coma is wide with including vascular اللي هو عندنا intracerebral hemorrhage او inflammatory زي cerebral vasculitis او neoplastic زي paraneoplastic encephalitis. طيب او cerebral space occupying lesion drugs هو زي sedative والinfective meningitis والencephalitis and يعني كله هو الميتابوليك زي الهايبوناتريميا الديمايلينيشن اللي هو كان بونتاين ده مش عارف صح حق الهايبوناتريميا والهايبوغلايسيميا والهايبركابنيا. البونتاين هومرج presented in reduced GCS paralysis and bilateral pinpoint lesion in bones can compress the first order sympathetic tract resulting in bilateral Horner syndrome. طيب differential clearly include the opioid overdose, however there's nothing suggesting overdose هنا ما في حاجة عنده. And the fact that the GCS pupil size don't respond to naloxone هو عشان كده طلعوا برا الخيارات. الميد برين هنا حيعمل لنا اللي هو الفيكس ميد بوينت بيوبلز بتاعت الميد بوينت يعني اكبر شويه ما نفس البين بوينت. الليجن لاترال مدلة كان ريزلت ان لاترال هورنر سيندروم اند بين بوينت بيوبلز. ده كان في واحده في اللاترال مدلة. البايلاترال مدلة ليجن is possible differential, however the sudden onset of coma and pain point pupils is more characteristic for bontine. يعني حقة المدلة دي هتعمل لنا بيبسيلاترال, بس هنا قال انه بايلاترال ممكن لو كانت بايلاترال مدلة كان ممكن تكون موجودة, بس مع الكوما دي اكتر هي مع البونتاين.